السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي اخد الخريطة بتاعت اوبر ستريت ماب دوت وادخلها على السيرفر؟ اول حاجة اعملها ان انا هدخل على الموقع اوبر ستريت ماب وابدأ اعمل زوم على الجزء اللي انا عايزه. مثلا الجزء دوت في مدينة بنغازي في ليبيا، تمام. وبعد كده عايز اعمل شير، تمام، بقول له لينك اور جيميل، فانا بقول له حط ماركر او ما تحطش لينك، فبيديني اللينك بتاع الحاجه ديت. او ممكن تقول له شورت لينك، فبدل ما بكتب اوبن ستريت ماب بيخليها او اس ام او الشي ام ال عشان تحطها في الموقع بتاعك. طيب هينزل هنا في الايمج واقول له سيت كاستم دايمنشن وابدا اختار بالشكل دوت. وبعد كده بي ان جي ولا جي بي اي جي ولا اس في جي ولا بي دي اف. انا اختار بي دي اف دلوقتي لان البي دي اف والاس في جي بتقدر تعدل فيهم اسهل بكتير لما تدخلوا على السريتور او نسكيب من البي ان جي والجي بي اي جي. بعد كده هقول له داونلود. تمام. وبعد كده هقول له سيفولي على الدي داونلود، فيبدا يتحمل بالشكل دوت. فافتح دلوقتي ادوب استريتور واقول له اوبن واقول له افتح لي الملف اللي هو ماب 2 دوت. اوكي، بيقول ان في ممكن فونتات ناقصه حاجات زي كده. تمام، لاحظ ان انا ممكن اعمل سيلكت دلوقتي على الجزء دوت، اعمل دبل كليك واختار دوت. تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز، تقدر تغير في اللون بتاعه بالشكل دوت، تقدر تعدل في الكلام، تقدر تحط ده على لير وده على لير، وتقدر تخلي عندك اكتر من لير اهوت، وتنسخ بعض العناصر اللي تحطها على الليرات، تبدا تلون زي ما انت عايز. تمام، فبيديك بعض الامكانيات الجميله اللي تسهل عليك الشغل بتاعك.